لانك انت رايح لمرحله اقوى. الكور الثابته اللي هي فاولات الجانبيه اللي بتبقى علينا نمره واحد. التليفون ده معلش انا اسف هقطعك. على التليفون كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره. كابتن يوسف الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن سيد، ربنا يخليك، بمسي عليك ومسي على ضيوفك كابتن عادل طعيمه ومين تاني بقى سعيد. كابتن عادل طعيمه انت يعني يا جوف انت عارف ايه؟ عارف يوسف وهاب فيلم شاحن حب يعني عمل نظر والودان كمان انت عارف يوسف وهاب فيلم شاحن حب عمل نظر والودان كمان. طب بقول لك كابتن عادل مش معاك ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ انت محتاج تعمل استشفاء يا زول. عايز اسمع استشفاء. بص الاستوديو بتاعك ما قاليش لا عندنا يا كابتن يوسف، عندنا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. حبيبي حبيبي سلم لي عليهم طبعا وبمسي عليهم كلهم. مبروك يا يوسف مبروك مبروك يا يوسف مبروك. طب كابتن يوسف خليني اقول لك الف مبروك طبعا الفوز الرابع. وخليني اقول لك معرفش عندك المعلومه ولا لا، دي اول مره في تاريخ النادي يفوز اربع مرات متتاليه في بطوله افريقيا وخصوصا كمان في مسماها الجديد ده، تحسب يعني حاجات من الحاجات الايجابيه جدا جدا. النهارده الكباتن ظهروا او اظهروا او بينوا حاجات ايجابيه في اللقاء النهارده، طبعا في ثلاث اهداف بيدخل مرماك ده حاجه مش لطيفه وخصوصا على ارضك، لكن في ايجابيات كتيره جدا ذكرها نجومنا وكباتننا في التحليل. صدرك للمجموعه بعد الرجوع ب 12 نقطه متتاليه ايجابيه جديده جدا، ان انت هتلعب اول مباراه خارج ارضك برضو دي من الايجابيات اللي موجوده في المرحله. لكن خلينا ننتظر بقى ونسمع من حضرتك رؤيتك في اللقاء والايجابيات من وجهه نظرك انت. والله بص يا كابتن سيد، يعني احنا الحمد لله طبعا زي ما قلت احنا الحمد لله تاهلنا اول، وده كان الهدف وانت عارف طبعا وعشت معانا قبل كده ان الهدف كنا نتاهل اول، لان انت القرعه بتخليك تخش على ثواني المجاميع الاخرى اللي هم الثلاثه مجاميع الاخرى، وده كان الهدف بتاعنا من الاول. الحمد لله ده اتحقق. احنا طبعا بنمر كلنا عارفين وده قدر النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي ان احنا بنلعب كثافه ماتشات عاليه، ولذلك كان مستر كارترون السياسه بتاعته الاستراتيجي بتاعته من الاول ان احنا نجهز كل اللعيبه لان هنحتاج كل اللعيبه، لان بتلعب كثافه مباريات عاليه في اربع بطولات. فده وارد جدا، واللي حصل النهارده انت الحمد لله محارب وشايف يعني برده ناصر ماهر كان المباراه اللي فاتت ما بداش النهارده بدا. لكن انا عايز اتكلم على النقطه المهمه جدا زي ما انت قلت ان احنا الحمد لله رجعنا بقوه لتصدر المجموعه، دي حاجه كانت مهمه. الحاجه الاخرى ان انت النهارده بتقدر تحرز اربع اهداف في اول مباراه في بدايه الموسم، نحرز كثافه مباريات عاليه. في سلبيات طبعا، في سلبيات ودي طبعا اكيد مستر كارترون هيشتغل عليها ويركز فيها او هنتكلم مع اللعيبه فيها بحيث ان يعني نتفاداها في المباريات القادمه. النهارده انا شايف برضو حالتنا احسن كتير من انا بتكلم كاداء من ضغط كمان الضغط يا كابتن يوسف الضغط كمان كان كويس جدا وخصوصا في اول 35 دقيقه. مظبوط مظبوط، ودي حاجه يعني احنا النهارده بنبني عليها او هناخدها ونشتغل عليها الفتره الجايه. فكل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها بشكل ايجابي. عايز اقول كمان النهارده صلاح محسن بيأكد ثلاث مباريات متتاليه بيقدر يجيب اهداف، ازارو بيقدر يهدف، سليم كلوبالي من كره ثابته، لكن اكيد طبعا زي ما انت قلت والكباتن قالوا ان اكيد في سلبيات النهارده بنطلع منها، ودي مهمه جدا عشان ندرسها ونشتغل عليها الفتره الجايه. تتعالج يا كابتن يوسف تتعالج، انت عندك تتعالج مفيش مشكله. خلي بالك ان احنا الفتره اللي فاتت كنا مبسوطين، انا سامعك قبل ما اخش معاكم يعني الكرات الثابته والحاجات دي كلها كنا شغالين، وكنا الدفاع بتاعنا يمكن في مباراه الترجي قدر ان هو يشيل كرات كتيره من النوعيه دي، لكن كويس انها بتحصل في مباراه بتقدر انت في النهايه تكسب فيها، واكيد هنشتغل على الحاجات دي ومستر كارترون هيشتغل عليها الفتره الجايه. لكن انا عايز احيي لاعيبتنا النهارده لان فعلا لعيبه رجاله وادوا بشكل كبير وبشكل تركيز كويس جدا. يمكن قعدنا بعد ماتش حرس الحدود في اسكندريه وفضلنا معسكرين عشان يبقى تركيزنا كله على مباراه كمبالا سيتي، لان المباراه دي كنا عارفين او يعني مدينها القيمه بتاعتها ان هي دي اللي هتخلينا نتربع على المجموعه، والحمد لله ادينا الغرض من او الهدف من المباراه. زي ما انت عارف طبعا يا كابتن سيد والكباتن كلنا عارفين النادي الاهلي قدره كثافه ماتشات عاليه، كل مباراه ليه جمهوره ما بيرضاش الا بالفوز. فالحمد لله ان احنا النهارده اسعدنا الجمهور
وفي نفس الوقت خلاص هنحط المباراه دي ورا ظهرنا ونبدا نركز للانتاج الحربي ان شاء الله يوم الاحد القادم في ملعب السلام في الاسبوع الخامس ان شاء الله. طيب كابتن يوسف، طمنا على عمرو السوليه، يعني اخباره ايه؟ علي معلول، حسام عاشور، طمنا على الثلاث لعيبه دول. الحمد لله طبعا هو بس عمرو السوليه يعني عانى او اشتكى من العضله الضمه وخرج، فطبعا بكره حجز الدكتور خالد ان شاء الله بكره يعمل اشعه. انت عارف الاصابات العضليه بتحتاج يعني بعض الساعات وعقبال ما تهدى والجسم يهدى على اساس ان انت تقدر تحدد مدى الفتره بتاعتها بتاعت العلاج. فبكره ان شاء الله عمرو السوليه هيعمل اشعه ومنها هنقدر ناخد الفتره العلاجيه. طب هو حس بايه؟ يعني هو اكيد شرح لك، حس هو يعني نظرته بعد الماتش كانت وجعتنا شويه، يعني بيعيط يعني، فطرقعه ولا شده؟ لا شده كويس الحمد لله. ودي يعني ان شاء الله عمرو من اللعيبه اللي ان شاء الله الدشفه بتاعه والريكفري بتاعه سريع الحمد لله، سريع. اتمنى عمرو السوليه من اللاعبين، ومش عمرو السوليه بس، يعني كل اللعيبه بصراحه من اللاعبين المخلصين ولاعيبه بتأدي بروح عاليه جدا. نتمنى له الشفاء ان شاء الله وتطلع الاصابه خفيفه ان شاء الله. طيب قول لي علي معلول في حاجه؟ لا الحمد لله علي كويس، يعني ما فيش اي حاجه وكمل المباراه لاخرها. عاشور كان واخد كدمه حسام عاشور كوره عاليه، كلوبالي طالع بيلعب كوره وهو ما خدش باله فاشترك معاه، بس في النهايه الحمد لله يعني عاشور ان شاء الله ممكن يومين او حاجه والكدمه دي تفسد. طب انت اوكي، يعني الحمد لله خلال يوم ولا حاجه الكدمه ما فيش مشكله، بتزرق شويه اللي هي بتبقى في العضله او في الظهر من ورا كده وخلاص الامور بتبقى كويسه. عايز اقول لك ان وليد ازارو النهارده وصل للهدف رقم 6، يعني فرق بينه وبين مالونجو اللي هو لاعب مازيمبي هدف واحد على صداره هدافين البطوله، وصل ل6. عايز اقول لك كمان من الاجابات اللي وليد ازارو مثلا، يعني مش من الاجابات، من الصدف، يعني وليد ازارو الاول مره بيجيب هدفين في بطولات افريقيا، كان جابها في النجم الساحلي، واول مره يجيب هدفين بدماغه برضه في المباراه الافريقيه. نعم يعني على طول بيجيب اهداف الافريقيه بيوصل للهدف رقم. والله بص يا كابتن سعيد، انا هقول لك على حاجه وانت عارف طبعا الكباتن معاك في الاستوديو، وليد عنده ميزه انه دايما جبت المركوز وبيموت، يعني عارف احنا باللغه بتاعتنا بنقول بيموت نفسه في الملعب. ده حقيقي، ده حقيقي. عارف المهاجم وارد ممكن مباراه ما يسجلش، لكن طالما بيتعب ويشقى في الملعب وبيموت نفسه ربنا بيوفق، اكيد هتجيله. والنهارده فعلا يعني يمكن المباراه اللي فاتت مع احرازي هدف في مباراه حرس الحدود، المباراه اللي قبلها وادي دجله مع احرازي، لكن النهارده ربنا اداله هدف جميل جدا من كره عرضيه من علي معلول قدر يحطها. فاللي انا عايز اقوله انه يعني المهاجم اذا ما سجلش في مباراه او مباراتين بس بيجتهد وبيبذل اقصى ما في وسعه وبيساعد زمايله في الملعب اكيد ربنا بيديله، ودي ميزه في وليد ازارو. يعني بص وليد ازارو عمل حاجه مش في توقيت العالم في الوقت ده يا كابتن، يعني دايما العالم كله بيلعب على اللي جاي من ورا راس حربه، يعني رقم 9 ده الهدافين معظمهم هتلاقيه من الناس اللي جايه من ورا، لكن وليد ازارو يعني هو الهداف بتاع النادي الاهلي، لان كتير ما شفناش الفرو الصريح اللي بيعمل بيجيب جوال، دايما هتلاقي اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف. وليد ازارو بيضرب ارقام قياسيه. انا بديله نجم المباراه النهارده قبل ما تعمل القرعه. طيب نجم المباراه من وجهه نظر كابتن يوسف مين؟ لا مش هيقول حاجه. لا بص انا طبعا بالنسبه لي كلها، لان انا شخصيا سيد لا يمكن اختار، انا شايف اللعيبه كلها ال 23 اللي كانوا معايا في المعسكر كلهم لعيبه مسؤوله، حتى اللعيبه اللي بره النهارده الروح كويسه جدا، كل لاعب بيأدي دوره في الوقت اللي بيجيله. فانا بعتبر النهارده نجوم الفريق الناس اللي كانت موجوده بره وما صادفهاش الحظ انها تلعب النهارده، اللعيبه دي بتجتهد وبتضحي ومستنيه فرصتها، بالاضافه طبعا للمجموعه اللي النهارده اشتغلت ولعبت. فبالنسبه لي ال 23 لاعب اللي معايا في المعسكر كانوا هم يعتبروا النجوم مش اللي بيلعب بس المباراة. مش اللي بيلعب بس. مؤمن زكريا كمان عودته كويسه، يعني بالنسبه اضافه، بتدي اضافه للفرقه. طبعا واحنا يمكن انا سبق وقلت مؤمن كان بيجهز نفسه الفتره اللي فاتت بشكل كويس، فالكابتن شاف ان هو يبقى موجود معانا في المباراه دي، بالاضافه لان احنا كمان بناكد ما يقال ان موضوع تجديده وعدم تجديده ملوش علاقه خالص بالشان الفني، واكيد انت طبعا الكباتن كلكم عارفين. فالنهارده انا شايف انه عودته النهارده ودخوله في المباراه
وأداؤه أنا شايف إنه أدى بروح كويسة، لكن طبعا عنده أحسن يعني لسه مؤمن زكريا اللي بيؤدي عنده أحسن من كده. عنده. طيب يعني بسيرة عنده بقى، يعني 22 لاعب هي حصيلة ما شارك به النادي الأهلي في كل المباريات الأفريقية أو حتى المحلية من أول الموسم، هل ممكن نشوف 25 لاعب؟ 25 طيب أنت 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 الأدرى كابتن يوسف، خليني أقول لك، هل ممكن نشوف وجه جديد مثلا ينضم لل 25 يبقوا 26 أحمد الشيخ، ولا الفرصة صعبة؟ لا وارد، وارد جدا ويمكن كنا بنتكلم مع مستر كارتروني النهارده في الجهاز، الفترة الجاية عندنا توقف، التوقف ده هنبدأ يعني نشتغل على لاعبين آخرين هيقدروا يخشوا. أحمد الشيخ عنده إمكانيات كويسة جدا، عندك أحمد علاء كمان، عندك كريم نيدفيد، عندك صبر رحيل، باسم علي مستنيينه إن شاء الله يخف ويخش معانا. ف يعني أنا خايف أكون نسيت حد أو حاجة من المجموعة اللي هي موجودة بره المعسكر، لكن أنا بتكلم وليد سليمان أكيد طبعا الإيقاف هيعود. فكل اللعيبه الفتره الجايه عندنا كثافه مباريات عاليه جدا. شهر سبتمبر يا كابتن سيد هنلعب فيه 10 مباريات، 10 مباريات شاملين مباراتين في بطوله افريقيا ومباراه العوده بتاع النجم اللبناني وسبع مباريات دوري عام. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعد نفسنا كويس قوي في الاسبوع الاول من سبتمبر، على اساس ده اللي هيبقى يعتبر فتره اعداد مصغره للشهر كله. طيب كابتن يوسف خليني اقول لك برضو، يعني فريق الاعداد على طول حاضر معانا 10 اهداف، وكمان كابتن اسامه حسني بيعد الازارو 10 اهداف في سنه ونص على البطولات الافريقيه، فدي حاجه برضو ممكن تحفزه، يعني تديله يعني ان هو يجيب اهداف اكتر في الفتره اللي جايه ان شاء الله الرحمن، فيبقى من ضمن الناس اللي بتخش قائمه هداف النادي الاهلي عبر تاريخه في البطولات الافريقيه، وده هيبقى الافضل كمان في الفتره اللي جايه ليه ان شاء الله الرحمن، هو يزيد من اهدافه. خليني اقول لك بقى كابتن يوسف، انت عارف بعد ما انتهت فعاليات اليوم الاخير في المجموعات كلها الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اللي صعدوا اربع اوائل على حساب المجموعات الاهلي ومازيمبي والنجم والوداد، واربع تواني الترجي واول اغسطس ووفاء الصيف وحريه الغيني. طبعا الترجي مش هيبقى معانا خالص، القرعه يوم 3 باذن الله زي ما حضرتك موجود، حضرتك هتحضرها ان شاء الله. طيب تفضل. موجودين و يعني زي ما احنا قلنا هنقابل تواني، لكن انا برضو عايز اقول لك حاجه بتاعت التواني، الفرق قويه برضو، انت هتنتقل لمرحله اخرى بقى خالص، فنتمنى ان شاء الله احنا نكون جاهزين. ده زي الفل زي الفل. انت في الاتوبيس في قناه الاهلي ولا مفيش قناه الاهلي في الاتوبيس؟ لا لا لا. طب الاهلي طبعا. الاهلي فوق الجميع والاهلي في كل مكان واللي يسعى ليه يسعى. طيب خلينا اقول لك اتفرج بقى، لان خلي بالك القرعه يوم لكن احنا بعتنا جواب الاتحاد الافريقي، خلي بالك القرعه هتبقى بعد ربع ساعه، هنعملها هنا بعد ربع ساعه. هقول لك انت هتقابل مين؟ الاهلي هتقابل وفاء الصيف ولا اول اغسطس ولا حريه الغيني؟ كوجهة نظر من غير كله، الاهلي بيقابل البطل واي فرقه في طريقنا وكل ده حلو جدا، انت عايز تلعب يعني قلبك يروح لمين؟ اروح لوفاء الصيف ولا اول اغسطس ولا حريه الغيني؟ هنا وقطعت ده من الدور الثمانيه هت ايه؟ الاهلي البطوله، فانا مش هقدر اقول لك اي فريق اللي ان شاء الله هيختار فينا، ده هيبقى خير واحنا مركزين مع 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 اي يعني كان ايه، لكن احنا هدفنا ان شاء الله. طيب خلاص مش هقول لك نوفمبر ان شاء الله، 9 نوفمبر ده موعد النهائي 100 ان شاء الله 100 بنسعد الجمهور الاهلي 100 كابتن يوسف، اسيبك تتعشى والف الف مبروك، بالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله يا كابتن يوسف، شكرا جزيلا ليك. على صفحتنا بعد كلام كابتن محمد يوسف.